انا غنقول كلمه واحده، غنتكلم في حاجه واحده. شكرا بعد على الحضور ديالكم. انا عندي استدعاء من عند الولايه نشوف الجديد في الموضوع الرائج حاليا في الانستغرام، لانه كاين مستجدات ولكن كتبقى في سريه تامه راكم عارفين. ولكن اللي نقدر نقول انه يمكن في الملف ديالي الاولاني ما قدرتش انني نتكلم، ما قدرتش انني نهضر، لانه كنقول حقي انا بوحدي. ماشي مشكل، انا عندي ثقه في القضاء والمغربي والقضاء النازيه غيجيب لي حقي. ما في هذا الملف ما قدرتش انني نسكت، لانه كنتكلم بحرقه، لانه كنوصل صرخه ديالي وديال نساء المغرب كاملين. غتكون منهم بنتك، اختك، سيده كتشوفني يمكن على انستغرام او عبر هذه المواقع، وكنقول لهم هادو هما المغربيات الجادات الحارات اللي ما كيبغيوش انهم يبقاو في المدله، ما كيبغيوش كرامتهم تهان. انا انسانه ما كنكره اللي يهني او ينزل من كرامتي. لهذا جيت وصرخت وتكلمت بصوتي وصوت كل نساء المغرب الجادات. وان شاء الله ما نتمنى حتى شي واحد ما يطيح في هذه المسائل، وهذا مكان كنتمنى انه القضاء ينصفني والصرخه ديالي وصرخه كل النساء توصل لاي واحد كيطيح في هذه المواقف. الدعم ديال النجوم وكذلك دعم ديال الناس مواقع التواصل الاجتماعي كنا الدنيا بطماش، كنقول لهم شكرا بزاف كل الناس الداعمين، كل النساء اللي ضامنوا معايا من كل المدن المغربيه وخارج ارض الوطن، الفنانين كذلك كنقول لهم شكرا بزاف، اللي دعموا اللي ما دعمش ماشي مشكل، دونك كلهم كنقول لهم شكرا بزاف. وان شاء الله كما كنقول لكم شكرا للقضاء النازي، ونتمنى انه ينصفني في هذه القضيه اللي انا فيها دابا. شكرا.